يلا شلونكم شباب؟ اليوم مقطع جديد، اليوم على الخانات احسن. راح نسوي لكم مقطع اليوم على الخانات، مقطع اليوم على اللي يطيرن فوق. اليوم على الخانات. فالخانات شنو؟ الخانات طلعت هاي الخانة بيضة فاسدة بيضة لا، وهاي كذلك بيضة فاسدة وبيضة لا. سويت انا شيت بيضة لاني حطيتني هنا وجبت بيضة سمسم ملقح. شو ادي عارك هالايام مزاعمني هو، بس يتعارك وياي. حطيته هنا حتى ترجع مره ثانيه تبيض، حتى طلع زوجين من السمسم. تمام، هاي هم قاعده على البيض. بعدها هذا فعلها، هذا الاشعل هم هي هو نتيجته. هاي بطة مو خوش شوف، بس لما طلع البيض يا معودين حتى مثلا حتى بالتزريق ما تفيد. هذا سمسم قال لي هاني بس عريك بعد ما يريدني. شوفوا يا شو عارك يا مو عارك يا بسوي شرفكم. وضعية هاي يا وربيته هو صغير على ايدي. تعال يا سمسم، مع الاسف عليه. شوفوا هسه وضعي يا شباب، ليش هيك ابني؟ كرت العشره يا قواد، وين الزاد وين الملح؟ عشا بي شباب. يا تعال وانت مو صوتك شباب. هنا طلع، هنا ننزلهن، هذن حبايبنا. وا استوى بالقاع كل ذرقه الكوره، ونستونا غاسلين. انتم تعرفون مثل اتفاقنا الخانات خبز، يعني تعرفون خلاص زق عبارة عن زق، يعني ما يحتاج. ومثلا تقولون مطيار وجهد حتى نطين حنطة، نطين خبز حتى شنو الفرق يطلع كبير. هذا أبو قعيد وسمسم. سمسم حتى هنا مشكلتي سمسم. سمسم أول مشاكل عمي، يا لي حاجة فيه، بس بسرعة ينكتب واحد جبان. أنت شو تسوي؟ كاب دخلت علينا عمي ابني. تعارك ابو قاعد وتعارك. يلا شو تقولون سمسم شيد شباب؟ نتعارك يا بعد شوي، خل نتعارك يا وننهي الفيديو. هلا بالعراك. شوف يا تاليكم، انت واحد يجازيني بالاخير. شباب لا تنسون اللايك والاشتراك. شباب شو تقولون ارجع له كرز؟ لو شو تقولون ما ارجع له كرز بعد ما شوفوه يكتر بيه؟ ما ادري يكتر بيه لان وخرت له كرز من عده حبيبتي. كاف تعال وانت مو صوتك. واحنا خلي له ابو قاعد يكتلي. يلا شباب لايك واشتراك، تحياتي.